معك ياسر من ميشيغان. مستشارون لترامب قالوا منذ قليل إنه فريق العمل، فريق ترامب بطبيعة الحال، سيراقب عن كثب تصويت بالتحديد الأمريكيين العرب هذه الليلة. هل يمكن في أي سياق أن نفهم هذا التصريح؟ تحياتي لك ياسر وللسادة المشاهدين. في سياق التخوف من ترامب وحملته الانتخابية من مسألة التزوير هنا والمصادفة التي لا أعلم أن تكون جيدة أو ليست جيدة، أننا قمنا بالتسجيل هنا على شاشة القاهرة الإخبارية مع سيدة عراقية من أصل أمريكي والتي اشتكت من أنها قامت بالفعل بانتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أنها عندما قامت بتسليم الورقة الخاصة بها قام الموظف المختص بمسألة إعادة أو شطب هذا الاختيار الذي قامت به. لم تكتفي السيدة بذلك ولكنها قامت بالحديث مع المسؤولة عن هذه اللجنة الكبيرة ياسر، والتي كما يظهر من خلفي الآن أعداد كبيرة في أقل من ساعتين الآن. على أي حال هذه هي الواقعة. أوصلت المسؤولة عن هذه اللجنة السيدة العراقية من أصل أمريكي، أوصلتها باللجنة الرئيسية في ميشيغان والذين تواصلوا معها هاتفيا ولكنها لم تصل إلى شيء. هذا كنا شهود عيانا على هذه النقطة. لكن بعيدا عن هذه النقطة، الإقبال هنا قياسي، وهذا ما نشاهده، وكذلك أيضا ما تحدثت به وزيرة الخارجية في ميشيغان جوسلين بنسون، والتي قالت بأن الإقبال هذه المرة في الانتخابات في ميشيغان يعتبر قياسيا، حيث أنه في العام 2020 كان هناك حوالي 5.5 ملايين ناخب، إلا أن هذه المرة سوف تذهب إلى الأعداد لأكثر من هذا بكثير. أيضا كانت وزيرة الخارجية جوسلين كانت قد حذرت الناخبين من مجاراة الأخبار والمعلومات المضللة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية. كذلك أيضا النتائج كما يقول المراقبين هنا قد تكون ما بين الساعة 10 مساء بتوقيت الساحل الشرقي إلى منتصف الليل. في الساعة 10 ياسر سوف يكون هناك ما يسمى هنا بالواتش بارتي، ويعني بذلك أن هناك لكل حزب أو لكل مرشح من المرشحين سوف يكون لهم تجمع لاستطلاع النتائج والاحتفال بالنتائج عن كل ولاية. سوف نقوم بطبيعة الحال باختيار أحد المرشحين. سوف يكون هناك تجمع للرئيس السابق دونالد ترامب لمتابعة مناصريه للولايات التي لم يتم يعني الانتهاء من إفراز النتائج، وكذلك أيضا سوف يكون هناك تجمع لكامالا هاريس وتجمع آخر لجيل شتاين. بشكل عام كما أؤكد كل مرة في مداخلاتي ياسر بأن الوعي السياسي العربي هنا يعني رائع للغاية. قد تكون بداية لصوت عربي كبير يبدأ من ميشيغان والتي تسمى أيضا عاصمة العرب في الولايات المتحدة الأمريكية. نسبة الناخبين في هذه الانتخابات ياسر في هذه الولاية الكبيرة قرابة 7.2 ملايين ناخب، من ضمنهم بطبيعة الحال العرب والذين تصل أعدادهم بحوالي 490,000 صوتا. أما الذين صوتوا في التصويت المبكر والذي يعتبر لأول مرة وطبقا لقانون خاص كان في العام 2022، هي المرة الأولى في السياسة أو الانتخابات في ميشيغان أن يتم تصويتا مبكرا في هذه الولاية، والذي أيضا كما قال المسؤولون هنا وصل لأكثر من 3.3 ملايين صوت قاموا بالتصويت المبكر حتى يوم الأحد الماضي.